أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أحييكم في هذا المساء الجميل، أحييكم في هذا المساء المغاير، حيث نلتقي بدانة الدنيا دبي، نلتقي بميدان المرموم بالتوجيهات الكريمة والسامية من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، حيث نلتقي بهذا المهرجان وهذا الملتقى وهذا الكرنفال وهذا الحضور وهذه الانطلاقة الأولى بالمهرجان الأغلى على قلوبنا، حيث نلتقي بمهرجان ولي عهد دبي فزاع المكارم. ننطلق وينطلق الجميع بمهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه ولي عهد دبي، لنبدأ معركة هذا المساء والستة كيلومترات المحتضنة للرموز المنتظرة التي اشتقنا لها كثيرا. نبدأ مع شوط الابداع، مع شوط الامتاع وكأس الاجذاع والمليون ونصف المنتظرة عبر الهواء مباشرة عبر قناة دبي ريسنج الناقلة لهذه الأحداث وقناة ياس الناقلة لهذه الأجواء التراثية في كل مكان. أبدأ مع الصراع، أبدأ مع النزاع، أبدأ مع المقدمة. مرحبا بمن خطف الرموز، مرحبا بصاحب الإنجازات والذكريات والتاريخ المشرف. مرحبا أيها الشقي يقدم لنا شعار من خلال تقديم رقاصة على المركز الأول، يقدم لنا رقاصة هنالك الشقي سعيد بن جابر يتقدم بقيادة ذلك الشقي الصغير حمدان بن سعيد بن جابر. النقل إلى المركز الثاني، من القادمة؟ نوف، نوف مع المركز الثاني، يقدم لنا نوف سالم بن محمد بن زبدان المري متقدما مع المركز الثاني. المركز الثالث القدوم من فلوة القادمة مع المركز الثالث، سعيد بن مبارك بن مرخان الاكتبي يقدم لنا شعار يبحث عن رمز الاجذاع، يتقدم في هذا الشوط يتدخل بالقوة مع يا بن مرخان. المركز الرابع القدوم من حدث القادمة بشعارها الذي يعرفه التاريخ، الأحداث الكبرى تحتاج لمثل هذا الشعار القادم مع سعادة حميد بن سعيد النيادي، يقدم لنا حدث ويقدم لنا يوده مع المركز الرابع. قادمة بجودتها، قادمة بقوتها. المركز الخامس زعزعه القادمة بكل قوة، حمدان بن سعيد بن يابر يقدم لنا زعزعه في هذا الشوط. بدأت الزلزلة الأحداث العودة إلى مقدمة الشوط، إلى نوف
الحروف ام الثلاث الحروف نوف يا بن زبدان يا المري يقدم لنا نوف سالم بن محمد بن راشد بن زبدان المري منطلقا مع نوف منطلقا بجوف المعركة منطلقة بقوتها بإثارتها المركز الثاني القدوم الوصول من الرقاصة مع المركز الثاني بدأ الرقصة من أجل الفوز من أجل الناموس حمدان بن سعيد من أجل كأس حمدان الشقي الصغير يتحرك ابن الأكابر يتقدم ابن يابر يقدم لنا رقاصة بينما المركز الثالث زعزعة هي القادمة هي الواصلة بالرقم 11 زعزعة المنطلقة ايضا حمدان بن سعيد بن يابر يمني نفسه لانتزاع الكاس ويبحث عن الرمز الثالث ابن الأكابر يضرب بالثلاث المركز الرابع القدوم والوصول مع رابع المراكز حيث حدث القادمة بشعار الاتحادي بشعار النيادي حدث مع المركز الرابع شعار كبير شعار خطير يعرف طريق الرموز وسعادة حميد بن سعيد النيادي المقدم لحدث بو محمد يبحث عن الرمز والرمز ينادي يا النيادي من القادمة من الواصلة مكاسب ايضا لسعادة حميد بن سعيد النيادي العودة الى مقدمة الشوط الى زعزعة ما هو ولد سعيد بن يابر ان ما زعزع الميدان زعزع حمدان بن سعيد بن يابر ابن الأكابر من المضمر من القادم عامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي عمار يا عامر من اجل بن يابر من قدم لنا والم مضبوط والم والله مضبوط بن يابر ضابط هالطريقة نحو الرمز زعزعة مع المركز الاول غادرت زعزعة المركز الثاني ايضا حمدان بن سعيد بن يابر يا له من شقي يا له من ذكي يا له من بطل ما شاء الله حواليه المركز الثالث مكاسب لسعادة حميد بن سعيد النيادي المركز الرابع شعارك يا بن زبدان يا المري مع نوف المركز الخامس شعار مرغم مع كهرمان يقدمها لنا حمد بن راشد بن حمد بن غدير آخر كيلو يا بن يابر بذكريات حظ بذكريات الأبطال بذكريات التاريخ بذكريات الرموز نحو الذهب ذهب بن يابر في جينات ذهب في أدائه ذهب في حضوره ذهب شقي كبير وابن حمدان بن سعيد بن يابر مع المركز الاول مع المركز الثاني يا لها من شقاوة يا لها من براعة الشقي اتعب الكل مع المركز الثاني مرغم مع المركز الثالث ولكن الرمز الثالث مع الرقم 11 كينج الارقام معك
هناك يا بن يابر يا ابن الأكابر، ثلاثة رموز في مهرجان ولي عهد دبي، في مهرجان ولي عهد دبي. زعزعة زعزعة زعزعة، تزعزع الميدان، تزلزل الميدان، ترشيح بن غراب ما يطيح بالتراب، وابن الأكابر ابن الأكابر إلى زعبيل إلى زعبيل إلى زعبيل، أولا وثانيا ثانيا وأول، هو مكانك يا بن يابر. مشكور مشكور يا الشقي الكبير يا سعيد يا بن يابر، هذه خطى الأبطال وهذه خطوات الأبناء. حمدان بن سعيد بن يابر مشكور يا الوهيبي، يا عامر يا بن سعيد يا بن مبارك، مبارك عليك الرمز الثالث، ما شاء الله عليك وتبارك. ثلاثة رموز ثلاثة رموز في مهرجان فزاع، سجلوها باسم أبناء زعبيل وابن الأكابر سعيد بن يابر بخطوات البطل حمدان بن سعيد بن يابر. حمدان يتلاعب بالرموز في مهرجان سيدي حمدان، أول وثانيا، ثمان دقائق خمسين ثانية وجزء من الثانية، الشقي والشقي مع زعزعة المركز الثاني، الرقاصة مع المركز الثاني، وتوقيت الزمن ثمان دقائق وخمسين وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا لحمدان بن سعيد بن يابر على هذا الأداء الكبير وانتزاع الكاس المضاف للبنادق. تسعة أم ثمان دقائق واحد وخمسين وسبعة أجزاء من الثانية، هو شعار مرغم مع كهرمان والواثق حمد بن راشد بن غدير، ومشكور يا الدينامو الحميدي العمري. رابعا